السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي بلدر هي منصة بتربط الحاجات المختلفة بعضها ببعض، البيدنج، البلاننج، الاكيوبمنت، بحيث ان ما يبقاش الاكيوبمنت لوحده، لا يبقى فيه اقدر اربطه مثلا بالبيم، اقدر اربطه بالسبلاي تشين وهكذا. دلوقتي هنشوف مع بعض الدوكومنت مانجمنت. ترفع كل الملفات بتاعة المشروع وتقدر تستدعيها او تربطها بكل الاقسام الاخرى. هاجي هنا مثلا اقول له دوكومنت مثلا الاركتكت، هتيجي هنا تقول له انا عايز مثلا اعمل اد نيو فولدر، هتسمي الفولدر ده مثلا الاي اف سي، لو بالانجليزي يبقى شيك الكرييتنج داتا اهوت. تقدر تغير فيه البروجكت، هتحط تبع اني بروجكت، الستيتس هل هو بيندنج ولا، هتقول له سيف، وممكن تعمل سيف اس بحيث ان انت تعمل ملف اخر. طيب الاي اف سي دوت ممكن تيجي هنا وتحط تحتيه برضه فولدر اخر، او تقول له نيو دوكيمنت وتحط دوكمنت اخر تحتيه. هتقول له مثلا انا عايز اعمل ابلود لفايل، سواء صوره سواء لاي حاجه، تمام. خلينا مثلا نرفع الصوره، مثلا ديت. تقدر ترفع عدد من الصور، تقدر ترفع ملفات مختلفه، تمام. فيديو، صور، بي دي اف، اوتوكاد، ريفيت، زي ما انت عايز، وتختار بقى الريفيور مين اللي هيراجع. مثلا يا عمر، تمام. الديسكريبشن، البروجكت، وبعد كده تقول له سيف، وممكن تقول له سيف از وترفع ملفات اخرى، سيف بلس. طيب ممكن في اي وقت تعمل اديت للفولدر دوت، تغير المعلومات اللي فيه، ممكن تعمل ريستور، ممكن تختار اي مشروع اخر من هنا، ممكن تشوف السكيورتي، تمام. اليوزر مثلا تقدر تعمل مثلا فلتر، او تعمل اكسبورت اكسل او اكسبورت بي دي اف، تقدر تعمل ديليت، تقدر تعدل زي ما انت عايز الاسم، الدوكيمنت كود انت عايز تعدله، التاريخ، الموديفاي باي، كل المعلومات دي، الفولدر ستيتس ساعتها تقدر تعدلها اكتف ولا لا وهكذا. طبعا ممكن يكون الملف اترفع اكتر من مره، فتقدر تشوف الاصدارات المختلفه، تمام. وممكن مثلا في اصدار قديم مثلا هو ده اللي انا عايز يكون هو الحالي وهكذا، تمام. فلو في اكتر من اصدار يبدا يديك، تقدر تضيف اصدار اخر، تمام، نسخه اخرى من الملف دوت. تقدر تيجي هنا في الكومنتات وتضيف اي كومنت انت عايزه، وتشوف كومنتات بقية الناس.